لحضراتكم مرة تانية هنروح لفقرة مهمة جدا ينتظرها عشاق كمال الأجسام مش في مصر فقط بل في الوطن العربي عن بطولة الكابتن أحمد علي. كابتن أحمد علي يا جماعة بطولاته دايما دعم للعيبة ودايما دعم لكل اللاعبين في مصر. السنة دي الموضوع مختلف بقى الدعم في الوطن العربي كله. البطولة أحمد علي دايما كاب بقت بطولة عالمية. مش بس كده الكابتن أحمد حقق لنا مفاجأة منذ يومين في بطولة حطبة ان العشرة الاوائل في بطولة حطبة هيكونوا بدون اشتراك في البطولة ودي دعم كبير من الكابتن احمد علي بنشكره على الدعم ده وان شاء الله نشوف بطولة كبيرة وبطولة قوية. البطولة هتقام طبعا في مارس القادم يومي 8 و9 و10 مارس القادم ان شاء الله. بطولة هننقلها من خلال برنامجنا وهتستمتعوا بيها وهكون فيها استوديو تحليلي لاول مرة هيحصل في بطولة الكابتن احمد علي.